تمام، هناخد اللي هو الجنب الثاني لأنه في جنب ثاني. يا الله، الجنب الثاني أكثر 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 باين العظم. يا حرام، خلنا نحط النحلة لها لو ماتت بوتدين على اللي هو أكيد المنطقة البطة هذه. الصغيرة. صراحة منظرها يا بابا بكشش البدن للأمانة يعني. أنا قربت من الأكلها، قربت أكلها البطة. خلنا نعملها زي جلد اصطناعي من البوتدين. لو انت مستغني عن عمرك وحابب تنشل من ادم وامير خلك لاخر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايب، جاي عندكم فيديو جديد. طبعا يا اخوان ان شاء الله هنروح نشوف ايش صار عند الكتاكيت الشبابي الا وهي البط. صراحة صار افتراس وكل المربيين بصير عندهم افتراس، يعني صراحة انا اول مرة يصير عندي افتراس من اللي هو الاخوة يفترسوا بعض وياكلوا اللي هو الريش او نبوت الريش. طبعا المشاكل والعلاج والى ذلك، كنا نحل القصة والى ذلك. صراحة في الاخوة المصريين بقصوا المنقار، فبدنا نشوف ايش نصير معانا في الفيديو هذا وحنحل القصة وان شاء الله ما نقص المنقار. طبعا خلك معنا لاخر الفيديو على اساس انه انت تشوف كيف انا حليت القصة وايش صار في البط. صراحة المنظر ما اقولكوش للامانة، افتراس افتراس. خلنا سريعا نروح نشوف حل هذه القصة، حل قصة الافتراس ما بين اللي هو الطيور الشبابي، بالاخص الشبابي يا اخوان عندما ينبت الريش بصير المشاكل هذه، وزي ما قلت لكم اول مرة يصير معايا عندي في المزرعة. بدناش نطول عليكم، خلنا نروح نشوف ايش القصة ونعالجها ونعالجها. وزي ما تعودنا غرفة تحزيمة الامانة، وانزل تحت وشك في القناة وفعل تنبيه جرس الفائق ابو حسين لاصل كل جديد. وخلنا نروح ليتس جو. تمام يا اخوان، مشكلة الافتراس عند الطيور طبعا يعني مشكلة كتير كبيرة 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 كبيرة، وصراحة مزعجة كثير 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 كثير. هذه اللي هي الافتراس، كيف بتصير مشكلة الافتراس والعلاج ان شاء الله هنحلها في الفيديو هذا. طبعا يا اخوان هنحتاج معانا ادم يساعد. ايش بتسوي؟ كيف احط لها شعر على الكبوت؟ بتعملها زي ال زي اللي بحط جل. فرجينا طيب اللي الحلقة الحلوة، فرجينا الحلقة مشط اشوف مشط، فرجينا يلا. قرفت حالها، قومي قومي سيبها سيبها بس سيبها. لا هي نايمة، هي نايمة. لا مش هي نايمة، هي محبوسة منك اساسا. صح صح ولا لا؟ هي بتحرك في ديلها. يلا انزل هوبا. شردت. يلا تعبت اياك. يلا 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 تعال 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 تعال. تمام يا اخوان، ايش اللي صار؟ انه صار في افتراس عندي من البط. طيب ليش صار الافتراس؟ هل من الجوع؟ لا يا اخوان مش من الجوع، خلاص سبحان الله. الطيور بتبلغ من العمر او من السن سن معين وبتلاقيها بتصير تفترس في اخوتها. طيب ليش؟ بتصير خلاص هيك تفترس يا اخوان في اخوتها عن طريق اللي هو اكل الريش اللي بنبت او الريش الجديد، فبتحس انه في بروتينات وبتاكله، فبالتالي بصير تسلخات عند اللي هو الطيور، وبالتالي بصير امراض، وبالتالي بتموت وبصير اللي هو وفاه. فكيف بدنا نحل القصه والعلاج ان شاء الله بالفيديو هذا. خلينا نروح اول شيء نشوف اول حاجه ايش صار عندي. طبعا في الفيديو اللي فات فرجيتكم اللي هو انتاج البط وكيف كنت تنتجوا مره واثنين وثلاثه من البط. فاللي ما حضر حلقه امس او الحلقه اللي فاتت اتمنى تروح تحضرها لانه كثير 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 مفيده لإلكو. خلينا نروح نشوف الافتراس اللي صار هنا. تمام، موضوع الافتراس يا اخوان شائع عند كل المربيين، وكل المربيين يعني بيعانوا من اللي هو الافتراس. زي ما شايفين هذول هم البط المفترس او البط اللي مفترسينه. خلنا نشوف البطة المفترسينها. زي ما شايفين ماكلين اللي هو جسمها وحالتها يعني تصعب على الكافر. زي ما شايفين خلنا نجيبها ونشوفها اكثر على اساس ان احنا نقدر نعالجها. بسم الله، امسك يا بابا. لا لا
بخاف. بتخاف؟ طيب خلنا نحطها هنا لانه بدنا نحطها هان على طول قبل ما تتشافى او تتعافى. صار منظرها بكشش البدني يا اخوان. مش متعود ان انا اشوفهم هيك او يعني، وصراحه اول مره تصير عندي للامانه. يعني انا اشوف من وقت شبرب بط يعني تقريبا من 3 سنين تقريبا اول مره اشوف الافتراس هذا عندي في المزرعه. طيب ايش العلاج يا ابو ادم؟ هل قد حنعالجها ونخليها في البيت هذا ومش حنطلعها او نحطها مع اخوتها هذول اللي افترسوها؟ صادم مش عارف ايش ال... هاي كمان واحدة مفترسة. هاي هي شايفين؟ انا شايفها. هاي مفترسينها من هنا. يبقى مش هاد اللي مفترسة، يكون واحدة ثالثة. هاي كمان واحدة. استنى ولك والله شكلها هذه اللي بتفترسهم مالها بالهنا. في افتراس عندنا من البط بياكل بعض. ايش نحط كل واحدة في صندوق؟ مش عارف صراحة. تمام كمبدئيا خلنا نروح نعالج هذيك. بدنا نشوف بس مين اللي بيفترس. معقول هذا البطة الصغيرة اللي بتفترس؟ مش عارف صغيرة كيف تفترس. والله شكلها هي يا بابا. لا من قبل ما هم طويل. صراحة في بعض الإخوة المصريين بقصوا المنقار، فأنا مش عارف صراحة بنصحش في الأشياء هذه، قص المنقار. خلاص هم متعودين إنهم يقصوا المنقار. بيخرب المنقار. خلنا نسمع يا بابا نشوف مين هي اللي بتفترس. صراحة مش عارف مين هي. ايه تنتين على فكرة مفترسين كمان، في واحدة غاد عليها دم. هيا. شايف؟ شايف ثلاثة أنا مفترسين. والله شكلنا حنحتاج هالقيتة كذا قفص وكذا شرابة وكذا أكالة. فحيكون الأمر كثير كثير متعب. خلنا نطلع هذه أول شيء. حط لي إياها على جنب. بدنا نجيب الباب تبع هذا ونحطه. بدنا نحطها غادي يا بابا. تمام هات لي البوتيدين يلا بالعجل. والله شكلك ما انت قادر تطوله يا بابا. ما يصير افتح الباب. زيق الباب لحس الحمام يطلع ماشي يطلع يا بابا. طبعا يا اخوان زي ما شايفين تقريبا الي 6 سنوات بستخدم فيها. فخلنا نشوف. تعال يا ادم سكر الباب. بابا سكر الباب يا بابا امسك. افتح لي اياها. مالك قرفان. انت كمان حلقة. فرجيهم الحلقة. فرجيهم. بديهم الحلقة يا اختي. منور حلقنا لهم على اساس انه شعرهم طويل. فنعيما بسم الله. وصراحة مش عارف امسكها يا اخوان منظرها. بخاف. طب تعال امسك لي هيك. تمام يا اخوان هنحط اللي هو البوتيدين. صراحة منظرها بكشش البدن. أنا بازر عن منظري يا إخوان. أمير وقعني. أمير رجع لورا. خلنا نحط البوتيدين. صراحة لازم ألبس أنا اللي هو كوانتي أو أشياء، ولكن مش متواجد عندي حاليا. المنظر يا إخوان تطلع من الكاميرا. تطلع بالكاميرا البطل. تمام هناخذ اللي هو الجنب الثاني لانه في جنب ثاني. يا الله الجنب الثاني اكثر باين العظم. يا حرام. خلنا نحط النش لو ماتت البوتيدين على اللي هو اكيد البطل الصغيره. صراحه منظرها يا بابا بكشش البدن للامانه. يعني أنا قربت من الأكلها، قربت أكلها البطاط. خلنا نعملها زي جلد اصطناعي من البوتيدين. منظر كثير بشع. أنا بعتذر يا إخوان على المنظر هذا، ولكن لأجل العلم وبقول لك المسألة اطلبوا العلم لو حتى بالصين. وش دخل الصين والعلم والبطة والجرو؟ درم الليمون أخو جميل نميل إياها. طيب لو غسلنا ووسخنا راح يضل الوسخ غسلنا. ارجع لورا يا بابا. باينه بس احط الفوتوكس.
ايش؟ الفيكس. الفيكس. ميكس. فوكس. فوكس. فيكس. ايش في؟ كل ما تلاقي جرحان بتلاقي جنبي نفس الجرح. هاتلي هاتلي بتديني يا عمي. حطينا لهادي احنا، هل قدنا نحط لهادي؟ انسي. رجعوا. ايش اللي صاير عندكم؟ ايش مين هي اللي بتفترس؟ عشان اضربها ديدي. هضربها ديدي. شايفين يا اخواني بتاكل اللي هو الريش او مطرح ما نبوت الريش. فهذه المشكلة كتير شائعة عند المربيين. صراحة. خلنا نرجعها. امير عنده لتك. خلنا اروح اغسل ايدي وارجع لكم. تمام يا اخوان، هنرجع نركب الباب. بعد ما جبناهم على اساس انه الحمام يتزاوج فيهم، خلنا نرجعهم. امير في غاب هنا شربتين بلاستيك، هات لك شرابه منهم. قلم قلم مفتوح ومعمول على شرابه. اتسلق 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 من شباك لشباك واطلع، وعبي اشطفها منيح وعبيها يا بابا. تحت الرابش تحت الرابش. خلنا نعلق هذا. متأكد هذا تبعه؟ أشوف. مش هو. متأكد؟ أنا بقول لك مش هو. مش قادر يدخل. عنده انكسر الباب. بلا يا بابا هو تبعه. مش تبعه. بلا تبعه. هذي هذي كيف مش؟ مش هذا مش كده. هاي صارت زي. طرب طرب الحمامة. كس. أدلك بالباب أمير. شوفه. روح شوف أخوه. نفس سبعته مشوار ما يعلقش أو ما يسوليش مصيبة. في حسن البيت وعامل حاله بيعلق. انزل يا أمير عبي الشرابة. طبعا هنبدأ أنه إحنا نلف هذا. زي ما شايفين بنحط المفصلات. بسم الله. نحط المفصلات الثانية. صراحة والله منظرهم بصعب على الكافر، بس لسه مش عارفين مين مين اللي بيفترس. انا مش متأكد، ولكن انا شاكك في الصغيرة يا ادم. مش عارف، عندي احساس للصغيرة. ما لها بالها، انا صغيرة ومشاكلها كثيرة زي بعض الناس. شبر ونص وبتلاقيه ايش؟ قطع السمكة وديل. هو بقول لك تخافش من المقتربين على الارض. خلنا نشوف. اها رجعنا الباب. يلا جوا خل الحمام بدي اذبحهم. يلا هات شوف. بسم الله هات. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خلاص عملنا صلابة. أي أول صلابة. وإن شاء الله بنعاد الفطور، هنجيب لها فطور تبعها. ولسه مش متأكد يا إخوان مين فيهم اللي يعني بتفترسهم. زي ما شايفين رجعنا الباب. وحطينا لها اللي هو الاكل، ان شاء الله حنجيب لها الفطور وغادي اللي هو المويه. فاستنونا في الحلقات الجايه على اساس ان احنا نشوف ايش صار معانا فيها، وهل اتشفت ولا لا. وكمان شيء ثاني نشوف ايش نسوي في هدول، او نشوف مين اللي بيفترس. صراحه منظر منظر كثير كثير بحزن. تمام، عرفنا هلقيت العلاج انه احنا نرفع المريضه، او نرفع اللي هو المريضة ونحط لها البوتودين، نضلها مستمرين على البوتودين. والعلاج اللي هو يعني عدم افتراس حاجة ثانية. زي ما قلت لكم الاخوة المصريين بقصوا المنقار، ولكن انا ما بنصح في قص المنقار ومش حقص المنقار. صراحة هدول الاربعة انا مخليهم للسنة الجاية على اساس انه ينتجوا. فمش عارف صراحة، زي ما قلت لكم اول مرة يصير عندي اللي هو الافتراس. وعلى ما اعتقد عرفنا مين المفترس. المفترس يا بابا الابيض. الابيض هيو. هيو الابيض. هو اللي بيفترس. لانه كلهم دم الا هو. وتو شفته هو بياكل الريش.
عرفنا مين المفترس، حنعطيه اللي حنحط له اللي هو عشية. حنحطه هان ونسكر عليه يا اخوان خلص، لانه يعني زي ما شايفين قدامكم افترس اللي هو الطير. خلص حنخليه هان وحنسكر هذا، مش عارف صراحة. والله يا بابا توي شفته هو بياكل في أمة عيني، في أمة عيني شفته، والمشاهدين كمان شافوه. لا يا بابا بنفعش، لازم نطعميه ونشربه، بنفعش يا بابا. روح جيب لي هذا الصندوق تبعه هذا، خلنا نشوف لما نركبه. هات لي كذا واحد عشان نشوف مين هو تبعه. عشان نشوف مين تبعه. على ما اعتقد مايل تبعه زي ما انتم شايفين مايل. صراحة المنظر كثير مأساوي، بشع المنظر، بشع كثير كثير يا اخوان. فانا بعتذر كثير على الاخوة اللي شافوا المنظر. الحمد لله ان شاء الله بنلحقها، ان شاء الله نلحقها. خيط لها جسمها. ما فيش ايش بدك تخيط، لما تخيط جيب الشامي على المشربة، المقربة على الشامي، مش حينفع، فحيصير تقيحات. طبعا كلام ومنظر يعني مش حقولكم يعني. وحيصير بعدين اللي هو بني جلد ثاني من التقيحات، يعني حتاخد لها شهر هذا اذا ما ودعتش في الشهر. لا المشكلة قاعد بحرجم بده يدخل لهم، بحرجم بده يدخل، ماله بالهنا. بده يدخل عشان يضربهم. لا بده يدخل عشان يكمل. ليش كيلو؟ ليش انت بتضربنا؟ ليش انت بتضربنا؟ هاي بدها تضرب، هاي هاي شايف؟ ايه حل عنا. ليش انت تضربنا؟ ليش انت عملت لنا هيك؟ اكلت اختي وهلقيت بدك تاكل اختي الثانية، صح؟ خلينا نشوف ادم ايش سوى. تعال 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 امير 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 ادخل، خليك هان، خلوش يطلع بالمجيب باب. يلا يا بابا نشوف اخوك ايش سوى. يلا يلا ادخل، خلينا نطلع. جبت هات شوف، مش عارف اذا هو ولا لا. هو هات كمان واحد الاحتياط. لا مش هو. امير روح الجراي شوف الشرابة الثانية وعبيها. روح طل لي اياها. يلا يا بابا يلا يلا طل له اياها يا ادم عشان يحطها. مش عارف هذه مش جاية. بابا مش جاية هذه، هات باب ثاني. طلع عبيت شرابة. بابا هذه مش جاية، هات باب ثاني، هات باب ثاني. مش عارف مش جاية يا اخوان. مش جاية. اديني بواب. هات باب ثاني. طيب بالعجل بالعجل بالعجل. اديني باب. مش عارف. استنى استنى، اجا 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 اجا. تمام يا اخوان حنربط المسامير، ولكن حربطهم انا وححط له المويه، وحنرجع في فيديوهات ثانيه نشوف ايش صار معانا. فالى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. خلص خلص يا بابا خلص، رجعوا اجا. كان معنا ادم وكان معنا امير. عبيه عبيه عشان نحط لها اياه. وكان معنا اللي هو المفترسين هذول اللي افترسوه، وكان معنا المفترس لقطناه اخر لحظه. فهيك احنا بنحل اللي هو القصه. طبعا انا هيك يعني انا هيك اعتقادي انه انا حليت القصه. مش عارف هل انتوا عندكم علاج ثاني؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات لو عندكم اللي هو علاج ثاني. وبس بهيك بنكون وصلنا معاكم لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناه وتفعلوا تنبيه جرس الفائق. ابو حزين لصقت الجديد جاي عند اخر الفيديو تفرجينا هذه. حبايبي بتمرش عليكم يوم من غير ابتسامه اكثر من الصلاه على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم. ايوه هيك يا ابو ادم، فرجينا هذول، تفرجينا هذيك في اخر الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعة.